أهلا بكم مشاهدينا لهذه الحلقة من لبنان اليوم. انطلقت صباحا الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدة، وكانت البداية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الذي اكتفى بالقول بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الله يوفق الجميع، فيما الرئيس نجيب ميقاتي أعلن أنه يحترم الجميع وأن المرحلة تتطلب رجلا استثنائيا وذا صفة تمثيلية من دون أن يسمي أحدا. أما الرئيس تمام سلام فقد أعلن أنه في ظل التعثر والبلبلة أجد نفس اليوم أنه لا معنى لتسمية أو للتسمية في هكذا أجواء، وأتمنى لبلدي الانفراج والخروج من هذا المأزق. نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي سمى المرشح الوزير السابق حسان دياب كتلة المستقبل، حضرت إلى بعبدة من دون رئيسة الكتلة النائب بهي الحريري كتسجيل موقف، ولم الكتلة لم تسمي أحدا. كتلة الوفاء للمقاومة سمت حسان دياب، كذلك فعلت كتلة التكتل الوطني. كتلة اللقاء الديمقراطي سمت السفير السابق نواف سلام. كتلة الوسط المستقل لم تسمي أحدا. كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي سمت دكتور حسان دياب، وكتلة نواب الكتائب سمت السفير نواف سلام. ومع هذه الحصيلة يكون الوزير السابق حسان دياب حصل على 21 صوتا والسفير نواف سلام على 12 صوت، فيما امتنع 23 نائبا عن التسمية، وطبعا هذا لفترة قبل الظهر على أن تستأنف الاستشارات في تمام الثالثة. بداية أرحب بضيفي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أهلا وسهلا فيك عميد. أهلا فيك. طبعا رح نسألك عن يعني هذه الاستشارات اللي انطلقت اليوم ببعبدة، يعني ما كان في تأجيل اليوم على عكس ما حصل بالمرتين قبل، كان في تأجيل اليوم بالفعل حصلت هذه الاستشارات، يعني شو رأيك بشيء اللي شهدناه اليوم من 10:30 يعني حتى هذه الساعة؟ يعني طبعا الاستشارات كانت مطلب لكل اللبنانيين لان الوضع كان الى مزيد من الانهيار الاقتصادي. نحن شهدنا يعني بلش اللعب بالدولار ما قبل 17 تشرين، وبلش يرتفع سعر الدولار وبلش ينعكس على الوضع المالي العام وعلى الاقتصاد كله. لذلك لمن الناس نزلت على الساحة كانت عم بتطالب انه بحكومة إنقاذية أو نهج جديد للسلطة. استجاب الرئيس الحريري لهذا الكلام وأعلن بالمرحلة الأولى أنه هو حط مطالب أو برنامج عمل لخطة مقبلة، إذا ما توافق عليه بيكون كتير منيح، إذا لم يوافق عليه هو عطر نفسه فرصة 72 ساعة. بعد منها شفنا أنه قدم استقالة الحكومة. كنا ناطرين الاستشارات من زمان، وصار ضغط من الشارع ومن القوى السياسية للاستشارات. يبدو أنه فخامة الرئيس خوفا ما أنه نوقع بالمجهول ونسمي الكتل النيابية تسمي شخص لا يرضى عنه الشارع والكتل السياسية والمستقبل، يبدو أنه تلافى هذا الوضع. في هذا الموضوع يعني هناك من قال أنه تطويل الأزمة ودانا لانهيار اقتصادي أكثر. اليوم التوافق على شخص وشخصية هامة بعد استبعاد بعض السياسيين الذين مارسوا سلطة سابقاً، استبعادهم من الشارع ومن من من السلطة من التسمية، وحصر التسمية بشخصين هما لا بد انه يكونوا فيهم ميزات هامة وجيدة، سواء الرئيس الوزير السابق او السفير السابق نواف سلام لديه يعني قاد مرحلة بالأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بدوره كلبنان رئيس مجلس، وأثبت جدارة بوقت غياب وجود رئيس جمهورية في لبنان، كان خير ممثل للدبلوماسية اللبنانية يعني يشهد له. وكذلك الوزير حسان دياب هو يعني يشهد له كذلك بإدارته لوزارة التربية سابقا وبوجوده بالحكومة السابقة. راح أحكي عميد مفصلا عن هاتين الشخصيتين، إنما قبل خلينا ننتقل إلى الزميلة نايلة شهوان في قصر عبدة. نايلة. نعم سهى. ما هي الأجواء لديك يعني حتى هذه الساعة بعد حصول الاستشارات النيابية لفترة ما قبل الظهر؟
يعني سهى بالاختصار المشهد فينا نوصفه انه كل شيء صار اليوم هو كان متوقع، ان لتسميه اللقاء الحزب التقدمي الاشتراكي للسفير نواف سلام او لامتناع الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام، اضافه الى الكتله الوسطيه المستقل لاي اسم، وايضا طبعا لتيار المستقبل لامتناع لتسميتهم اي اسم. مثل ما ذكرتي مع ضيفك فإنه الأرقام حتى الساعة هي 12 نائب سموا السفير نواف سلام، 21 سموا الوزير السابق دكتور حسن دياب، و23 لم يسموا أحد. ولكن الأنظار كلها سهى بتتوجه لفترة ما بعد الظهر، هيدي فترة ما بعد الظهر حيث فيها كتلة اللقاء التشاوري، كتلة الجمهورية القوية، إضافة إلى النواب المستقلين. وعند الساعة 5 في عنا كتلة التنمية والتحرير، و5 وربع تكتل لبنان القوي، حيث من المتوقع لا بل من المرجح أن تتبدل كل هذه الأرقام وترتفع أرقام الدكتور حسن دياب، خصوصا بعد ما تحدثت مصادر لتلفزيون لبنان للزميل نبيل الرفاعي، تحدثت هذه المصادر عن امتناع تكتل كتلة الجمهورية القوية عن اختيار أي اسم لرئاسة الحكومة. إذا نحن أمام مشهد كان مرسوم من الصباح، من المتوقع كان مع كل الأمور يلي حصلت خلال 72 ساعة الأخيرة مع امتناع الرئيس سعد الحريري عن تكليف او عن طرح اسمه او تكليفه الحكومي، وبالتالي كل صار البحث عن بديل اخر، هذا البديل يكون اخصائي، يكون تكنوقراط، يكون من الشعب، ويكون مقبول من كل الافرقاء، وبالتالي صار اختيار للوزير السابق الدكتور حسن دياب، يلي معظم الكتل ومعظم النواب تحدثوا عن نظافة الكف، هو تكنوقراط، هو أخصائي، هو دكتور جامعي، هو وزير تربية سابق. إذا يعني هلأ الأنظار كلها رح تتوجه بعد تكليف دكتور حسن دياب إلى الشارع، وما ستكون ردة فعل الشارع. ولكن هنا في القصر الجمهوري طبعا موقف رئيس الجمهورية هو واضح لجهة السير، كان لجهة السير بالتكليف والتأليف سويا، وبالتالي ممكن أن نشهد خلال الأيام المقبلة أو ربما بعد فترة الأعياد ولادة سريعة للحكومة. إذا سهى يعني هذا هو أبرز ما حصل اليوم في القصر الجمهوري. تابعنا طوال فترة الصباح، طوال فترة ما قبل الظهر، تصريح لمعظم الكتل، لمعظم لرؤساء الحكومات، لاختيار أو امتناع عن اختيار أي اسم. والأنظار متوجهة طبعا عند الساعة 3 تبدأ فترة ما بعد الظهر وتنتهي عند الساعة 5 وربع. وبالنسبة للنواب المستقلين في عنا الرئيس ميشيل مور الذي لن يحضر لدواع صحية، نائب فؤاد المخزومي، أدي دمرجيان، أسامة سعد، جميل السيد، ولاتيا أوبيان، نهاد المشنوق، وطبعا النائب شامل روكوز والنائب نعمة فريم الذين خرجوا من تكتل لبنان القوي. وهنا ترقب إلى ما سيكون رأي أو موقف نعمة فريم وشامل روكوز حول تسمية رئيس الحكومة المكلف. سهى؟ نعم، شكرا لك نايلة على كل هذه الإيضاحات. بالعودة إليك عميد، يعني بدنا نستعرض كيف لحتى اليوم يعني وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تسمية لبعض الفرقاء السياسيين للوزير السابق حسن دياب. هل كان هذا الشيء متوقع أم أنه يعني مبارح بالليل يعني هيك انطرح اسمه مبارح مساء، واليوم يبدو حسن دياب سيكون يعني رئيس مكلف لتشكيل الحكومة؟ عمليا يعني بعد استنفاد اوراق بعض السياسيين كما ذكرت انه كان صفدي او رجل الاعمال سمير الخطيب، نعم، وكذلك الوزير السابق بهيج طبارة، يعني صار الجميع يفتشون عن شخص يكون بالمواصفات يلي ما يعني ما بيزعج الشارع. الشارع عمليا كون سلطة، يعني الرأي العام، هذه ثورة الرأي العام. الرأي العام إذا كان صار يحط أمامه كل شخصية ويشوف
شو هو إذا كان مقبول ولا لا، يعني استعاد التكليف اللي عطيه للمجلس النيابي وبدأ ينزل على الساحات. هذا التكليف يبدو أنه وصل إلى مكان أخذ به، يعني لمن عبي بيتاخد فيه بالقصر الجمهوري ومن قبل الكتل عبي بيتاخد بشخص تكنوقراط بمستوى وزير سابق له معرفة وجدارة سياسية وأكاديمية أو ثاني كذلك، يعني وصلنا إلى مكان جيد. هذا المكان لازم عمليا الحراك يحصر عمله بالبرنامج مستقبلا، يعني بالبرنامج اللي بدها هالحكومة تتألف على أساسها. إذا كان من سيعين أو سيتم تسميته بده يأخذ ببرنامج الانتفاضة وليس برنامج صعب، يعني هلا بنحكي عنه شو هو البرنامج، لأنه أنا لفترة شاركت ببعض الملتقيات والجلسات بالهذا. فإذا أخذ ببرنامج وجرى اعتماد نهج جديد بالإصلاح الإداري، بالإصلاح الأمني، بالإصلاح المالي، إذا كانت هذه الحكومة أخذت بمبدأ استقلالية القضاء وإصلاحات معينة، ممكن أن ساعتها أن تعود الناس من الشارع ويصير في رضا عن الرئيس المكلف المسمى، وكذلك سيخضع بعض تسمية بعض الوزراء لشوي يعني لرأي من هالناس. برأيك عميد مكن الحراك مكن لازم يعني يركز على اسم رئيس الحكومة المكلف برأيك من الأساس، ويكون التركيز كمان من الأساس على البرنامج وخارطة الطريق؟ يعني راح قديه كم يوم راح بهيدي الخمسة؟ عنا 50 يوم من بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، وكل ما طرح اسم كان يحرك في الشارع قبل ما يعني بغير أمكنة. نعم. فكان مفروض من الأساس ما يتركز هالقد على اسم رئيس الحكومة ويتركز على البرنامج. واليوم برأيك يعني الحراك هو موافق على تسمية حسان دياب لحديت هيدي اللحظة، أم أنه ينتظر ما سيحصل فترة بعد الظهر؟ نعم. اليوم خلينا نعمل جولة في 12 دولة بالعالم في انتفاضات. هالانتفاضة هيدي يقودها الرأي العام، اسمها انتفاضة الرأي العام، يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي موجودة بين الناس، مجرد ما أنه ينقال رينج رينج نحن موجودين بالشارع، دغري بتلاقي صار فاكيوم، هالشباب دغري طلعوا على الرينج. ليش؟ ما بيعرفوا، طلعوا على الرينج. مجرد ما ينقال انه هذا بكره على بيت فلان، الناس بتروح، يعني عم تاخذ الناس في موجات عم تاخذهم وبتجيبهم. هذه الموجات انا كل ما هي ردات فعل لم اسميها ثوره، كانت انتفاضه. هالانتفاضه هي تنتفض على فعل معين على الواقع اللي عايشينه وتقوم برده فعل. هو ردات فعل. لذلك الثورة يلزمها برنامج، قيادة وحزب، يعني حزب عنده آلية. أنت مع أن يكون في قيادة لهذه الانتفاضة؟ ما فينا نعمل لها قيادة. أنا بالماضي حكيت شغلي أنه لما يعني الناس نزلت على الشارع ممكن يفضل لو يكون في قيادة، ممكن مش قيادة، ممكن، وهذا انشغل عليه ويبدو أنه قطع مرحلة، أن يكون هناك تنسيقيات، يعني تنسيقيات ما بين المناطق. التنسيقيات بنعمل نوع من جروب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل، بيكون مسؤول عنه بمكان ما، بعلي، بحمدون، بحلبة، برشية، كل مين من اللي عم ينزلوا على الساحات يكون هو الأدمن تبع الجروب، يكون يعني نجمعهم، ينجمعوا كلهم ويكون في تنسيق حول الشعار، حول البرنامج، وحاول ما فينا نتفق على قيادة. ولكن القيادة مجرد ما أنه تحكي قيادة لمنطقة ما، نحن بلبنان مناطق وطوائف، ما فيك تاخدي قيادة وحدة، فيك تعملي تنسيقيات. لذلك هذا يعني إذا اتفقنا هلق على شخصية من يعني لم يكن دور الانتفاضة بتسمية الشخصية، بس كان عم بيكون لها دور كتير كبير بحرق الاسم أو عدم حرقه. نحن عم نحكي يعني هلا ماشي الأمور لحديت هلا، يعني في المرشح حسان دياب حصل على عدد من الأصوات وكذلك السفير نواف سلام، إنما اليوم
رح يكون في يمكن نشهد تكليف اليوم، انما رح يكون في تأليف عميد؟ اوكي، بعدنا عم نحكي انه هذه الانتفاضه لديها ردات فعل اكثر من شان هيك حرقت اسماء، لانه هذه الاسماء يعني من نفس النهج السابق، هم ينشدون نهجا جديدا. انا اجتمعت باحدى اللقاءات مع التلاميذ الجامعيين، طلاب الجامعيين يلي عم بيقولوا نحن ما عد يعنينا شو عملتوا انتو. وكان في احدى الحلقات حاولت تعمل كوينسيدانس ما بين ثورة 2005 وهلق، هل كانت هيديك ثورة استقلال وين فشلت، وهلق 2019 وين ممكن تروح؟ الشباب الجامعي لا يعنيه ما حصل بال 2005، لا يعنيه كل احزاب السلطة التي عادت وركبت موجة انتفاضة 2005، كل احزاب السلطة فشلت، يعني هلق انه كلكم فشلتوا، لدينا نهج جديد ولدينا ناس قادرة تشتغل بهذا النهج الجديد وسوف نحاسب. يعني الشباب اللبناني الذي كان مستاء وكان داير ظهره لما يحصل في لبنان ولا يعنيه، يئس، قرر، انا لهذا اللي شعرته، انه يدير وجهه ويقول لا، هذه الازمه سنواجهها وما عاد بدي سافر، انا بدي اشتغل ببلدي، وحمل العلم اللبناني. هذا ما يقدر. انا في مرحله سئلت الاسبوع الماضي من قبل هؤلاء الشباب انه عميد، انت كونك كنت بقوى الامن ونحن رح نحيي يوم تضامن مع السلطه الامنيه، مع اللي عم يحرسونا ومع الناس اللي هذا، في مجال تجيب لنا موسيقى قوى الامن نعمل شيء على الستيج؟ هذا يعني هاي نظره حلوه كثير من هودي الناس. طبعا ببلش الحراك نظيف، بيوصل الى مكان يسيس، ونحن يعني ملاحظين انه في تدخلات وفي سياسات وفي شيء عم بيصير بالارض، ولكن مش لازم نطفي هذا الامل عند شبابنا الجامعي. طبعا قوى الامن ما راح تودي فرقتها الموسيقيه، وما سالت انا اصلا، بس ليكي وين النغم الحلو. اذا ما كان هؤلاء الناس يلي اعطوا هودي، يعني 90% من اللي عم ينزلوا على هذه الانتفاضه هن من الشباب. هالشباب هودي جزء منهم يعني من عمر 16 وطلوع، جزء بسيط يلي شارك بانتخابات بقانون مش مؤمنين فيه، وجزء كبير لم يشارك. هودي الناس اللي نزلوا على الشارع، حتى عم نشوف مش بس هالفئات العمريه كمان عميد، كنا عم نشوف كمان، عم نشوف كبار، عم نشوف اهالي، انا عم بقول لحد المستقبل افضل لاولادهم، يعني طبعا ليس فقط الشباب، يعني هي الفئه طبعا، بس هودي يعني هذا شباب جامعي، شباب منتفض، شباب عم يوعد بالمستقبل انه نحن هذا النهج اللي انتم ككبار بالعمر ومشيتوا مع هكذا نهج، نحن بدنا نغير النهج تبعنا. لذلك انا لا مش كثير مركز على التسميه، لانه تسميه شخصين، احد هؤلاء الشخصين، يعني هي تسميه جيده جدا بالنسبه، ولكن يبقى البرنامج. بس ما كمان هون يعني قبل ما نحكي بتسميه الشخصين، وسواء كان يعني قد انه لهم احترامهم وتقديرهم، كمان عندك اليوم كتله المستقبل، عندك تيار المستقبل اللي شئنا ام ابينا هو يعني بيمثل الطائفة السنية، هو الكتلة الأكبر يعني عند الطائفة السنية. هلأ بطلنا نحكي عن مسائية عميد، يعني الميثاقية طبقت عند بعض الطوائف وعند الآخرين لا، يعني شو عم بيصير اليوم؟ يعني أنا مش شايف أنه والله هالمرحلة المقبلة اللي جاية هي مرحلة ستكون مرحلة استقرار. يعني هيدي كلمة ميثاقية، مين اللي بدعها ومين عملها بالأرض ومين سواها؟ الرجل الأقوى في طائفته، يعني اللي اعتمد هيدا المنطق بس طبقوا على نفسه وما بيطبقوا على الآخرين. نحن لا، هودي ليش عم بقول لك اللي هالانتفاضة هي انتفاضة شباب وحملت علم لبناني. أنا من كل هالمطالب يلي لاحظتها بالشارع بدهم تطبيق حكم القانون، وليسوا خارجين على الدستور، والدستور اللبناني لم يحدد طائفة لا رئيس الجمهورية ولا رئيس وزراء ولا أبدا، تقرير الدستور لم يحدد، هو ميثاق وعرف، ميثاق تحول إلى عرف. هالعرف هذا أوكي، ما حدا عم بيقول بدنا نغير هذا العرف، ولكن بدنا نحترم الممارسة الديمقراطية. ما في شيء اسمه ديمقراطية توافقية، ما في شيء، في سلطات، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، وسلطة قضائية. صحيح، بس سلطة قضائية مهيمن عليها الديمقراطية، يعني ما هذا المبدأ المعتمد بلبنان من سنوات وسنوات. لما بدنا نسمي نحن نظام ديمقراطي بدك تلتزمي بالنظام الديمقراطي. النائب ممنوع يكون وزير، النائب السلطة التشريعية تحاسب،
اليوم هي شغله مفصليه عم تنحكى فيها، لانه اليوم لما بنجيب ليس الموضوع موضوع حكومه تكنوقراط او حكومه اختصاص، فليكن فيها سياسيين، فليكن فيها سياسيين من غير النهج السابق، من غير النهج السابق. بيش طبارة مارس سابقا وزيرا للعدل، هو من ارقى وزراء العدل في لبنان. نعم. اذا كلف شخصيه من هذا النوع، او حتى مثل الدكتور حسان دياب، هذا رجل مارس سياسي ولكن ليس من نهج فاسد، هذا جاء من جامعه امريكيه وحاول رفع مستوى الجامعه اللبنانيه. نعم. اول ما عمله هو كان لمن كان الدخول على الجامعه اللبنانيه 200 الف ليره صار 600 الف لطلاب الجامعه، عمل نوع من راس مال للجامعه، أعاد للجامعة قيمتها. يعني يأخذ عليه إنه من بعد الأمور عم نقراها إنه إجا رفع يعني قصة الجامعة اللبنانية. بده يرفع قصة الجامعة، نحن ما لها شيء. يعني في ناس اعترضوا على هذا الموضوع. ما لها شيء، البني بده يدفع 20,000 دولار تيعلم ابنه، بده يدفع بين 200,000 600,000، ما لها شيء يدفع 600,000، منا شغلة ما رفع لل 20,000 دولار ولا لل 10,000 دولار. نعم. بس أعاد شوي للجامعة كرامتها. شوي يعني كثير في شغلات موازنة الدولة ما كانت تخدم الجامعة، إذا قدرنا نخدم الجامعة بهالطريقة هي بيكون هذا وزير منتبه لجامعته، يعني هذا مش مأخذ، هذا شغلة يعني حسنة يعني. صحيح، إنما كمان عم قل يعني ردة الفعل هلا اللي بدهم يحكوا بدهم يلاقوا له أي شغلة وبلشوا لا، هذا الوزير مارس سياسي. أنا أقصد أن أقول هذه الانتفاضة ليست متمسكة بشخص اسمه هذا تكنوقراط أو اختصاص، متمسكة بتغيير نهج، هذا النهج إعادة حكم القانون، إعادة الدولة إلى دولتها، السلطة إلى دولتها. اليوم أنا فقط إذا تم تحرير السلطة القضائية وعاد السلطة عاد القضاء سلطة لا يتدخل بتسمية القضاء أو تشكيلاته، ما يتدخل تشكيلاته من قبل الوزراء والنواب. اليوم شو معنى أنه المجلس الدستوري بعين نصه المجلس النيابي؟ شو يعني؟ لا، ليش المجلس أو النص الثاني الحكومي؟ ليش المجلس القضاء الأعلى بعين نصه الحكومي ولا لا؟ هذا مجلس قضاء اعلى، هم السياسي يعني متدخله بالقضاء، ليبقى لهم دور يعني بالقضاء. هذا شيء بكل دول العالم تدخل بالقضاء فقط، وزير العدل بيتدخل فقط بالنيابات العامه يلي بحجه هودي اللي مسؤولين عن الامن القومي، الامن الجزائي، النيابات العامه، نائب العام التمييزي والنيابات العامه بالمناطق. اوكي، ممكن هذا من شان يمشوا مع سلطة الحكومة يكون في تجانس، ممكن ينترك هذا المجال، بس القضاء مجلس القضاء الأعلى لا يمكن أن يعينه آخرين. اليوم عم يحكوا بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء. اليوم أنا ما في حاكم وزير، وإذا هذا المجلس يلي هو لم يعين بعد، إذا عين مين عم بيعينه؟ نصه بتعينه الحكومة ونص بعينه المجلس، شو هالحكي؟ هودي قضاء معينهم سياسيين، كيف بدنا نحاكم وزراء؟ هني المشكلة، هن بده يتحاكم وزراء، الوزير بده يتحاكم شو يعني؟ يعني عليه سمعة، عليه شيء غلط، عنده ملف، هالملف هذا مين عامله؟ مين بده يحاكمه؟ مجموعة متفقين عليهم هون وهون معينين، لا يجوز. لذلك استقلال القضاء مهم، إصلاح أمني وإداري، يجب أن نعرف أي جيش نريد. نحن في عندنا جيش 82 ألف عسكري، هل يستطيع لبنان تحمل هذا الجيش؟ ما هو دور هذا الجيش؟ يعني الدول الراقية اليوم بيكون جيشها قليل وبيكون عندها تجنيد إجباري. نرجع للتجنيد الإجباري، ما نلغي سنة من عمر هالطالب، هذا كان عم بيصير، انه كان عم بروح سنة من عمر، ما نلغي عمره على سنة بالجامعة. ابدا بنعمل برنامج مثل ما في الدول الأوروبية، الدول تحترم حالها، يكون شهرين او 3 أشهر تدريب بالصيف فقط على مدى 3 سنين، يعني بيكون مدروس بحال عادي يعني، طبعا ما يستنفد. بتعرفي بالتجنيد الإجباري اللي صار جرى إعادة تأليل الجيش اللبناني ومكننة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ووزارات العدل، كل الشباب حتى المجندين اللي استخدموا بدوائر النفوس وبأمن الدولة والأمن العام كانوا شباب، منهم حكمة، منهم مهندسين، منهم اي تي، يعني هودي أعادوا عصب القوى الأمنية والإدارة بالدولة. يعني إذا نرجع للتجنيد الإجباري الإيجابي، نرجع منخفف الجيش عديده، منخفف قوى الأمن عديدة. ليه حتى امبارح كانت وزيرة الداخلية ريال حسن عم تحكي، عم يسألوها عن دورة الدرك اللي صارت واللي بعد يعني ما استدعوهم،
وسألوها شو بتنصحيهم لهؤلاء الشباب اللي ناطرين مصيرهم؟ قالتهم للصراحة بنصحهم يشوفوا شغل تاني لأنه ما في ميزانية لإلهم طبعاً. مع أنه هي بتتمنى بهذا الوقت اللي نحن عم نعيشه اليوم بهذا الظرف العصيب أن تأخذ من يعني العناصر الدرك بدها أعداد طبعا بدهم. حضرتك يعني شفت شو صار بالأيام الماضية ورح نحكي عن هذا الموضوع شو صار يعني بالحراك ويعني كنا صرنا بشيء ورحنا على مكان آخر كليا. يعني لك شو في تغيير النهج، واعتقد انه نهج الماضي خلص. من مهما كانت الحكومة الجديدة حتى لو مثل فيها سياسيون وتابعين لكتل نيابية ولا هذا ما مش شغلة غلط. اعتقد انه النهج الجديد بغير ليه كثير. غيرتوا باقوالكم، ليه غيرتوا يعني حضرتك مناصر للحراك وللثورة، وهيدي الثورة على مدى 60 يوم عم بتطالب بحكومة من الاختصاصيين ما يكون فيها سياسيين، هلا عم نرجع نسمع ايه لا ما عندنا مشكل اذا بيكون في سياسيين. ليه يعني ليه الكلام شوي او يعني الرؤية عم تتغير؟ ناطق باسم الانتفاضة ابدا، وما حدا بيقدر يقول انا ناطق باسم الانتفاضة، ولكن معنى عم تشارك وعم تصفى بالجلسات الحوارية، يعني وكأنه صار في تبدل اليوم بهيدي الرؤية أو بالمطلب. ايه بس أول مطلب كان إلنا نحن إنه كلهم يعني كلهم وتغيير النظام هيدي شعارات رحتوا على مطرح حققتوا بدكم إياه وقفتوا ما كملتوا ما وقفنا كنا ناطرين الاستشارات. الاستشارات ستنتج شخص موثوق و أكاديمي ناجح ووزير سابق ويعني مشهور معروف منوي. هذا الشخص إذا ما اختار زملائه من الاختصاصيين أو حتى من السياسيين السابقين من هذا، ولكن نهج إعادة ما من الأول كانوا مع تنفيذ أحكام القانون ضمن الدستور اللبناني. يكفي أن يعطى صلاحية للقضاء أن تصبح القضاء يصبح السلطة الثالثة، هي ثلاث سلطات، هي السلطة الثالثة اللي بيرجع القضاء سلطة ثالثة، كلهم هودي بيرجعوا يرجفوا يلي مارسوا فساد، لأنه القضاء بيرجع ياخذ دوره الصحيح. يعني بيتغير النهج كله. بس أنا فت شوي على موضوع الأمن أو يعني رح نحكي عن كمان رح نحكي لأنه كثير الأيام اللي قطعت الليالي اللي قطعت كانت كثير صعبة يعني على لبنان وعلى اللبنانيين. رح نحكي هذا الموضوع الأمني إنما بعد يعني شوي حتى نسكر هذا المحور. اليوم كنت تفضل لو أنه الرئيس الحريري أو كتلة المستقبل سمت شخصية يعني لرئاسة الحكومة بدل من أنه ما تسمي حدا؟ شو كنت بتفضل اليوم؟ شو رأيتك بالنسبة لهذا الموضوع؟ أوكي، الرئيس الحريري يعني كان واعد أنه هو بده يقود المرحلة المقبلة بحكومة تكنوقراط يعني واختصاص. هو نفذ مطالب الثورة اوكي لما فوجئ انه القوات اللبنانية ما وقفت معه بهذا الموقف وما سمته، يعني رفضت تسميته وابلغ هذا الكلام. اليوم بتوقع انه رد فعل انه مثل ما هني ما سموا وما نال مثل ما قلت الميثاقية وبده يعني اليوم عم بيقول أنا مرتفعة. بدي خفف من ميثاقية الشخص اللي بده يجي، لأنه ردت فعل على أنا ضد هذا الأسلوب أصلا. يعني من الأساس القوات كمان يعني من الأساس أعلنت أن هي ما رح تسمي، ما رح يكون في إلا تسمية، ما رح تسمي حدا معين. صحيح، بس يعني أخذت هالموقف تحديدا أنه من الرئيس الحريري اللي بيعتبروا يعني شأن أم أبينهن يعني من الحلفاء. أنا ضد قصة الميثاقية وقصة هذا. اليوم فليكن حكم حتى لفئة واحدة، خيجيبوا حكومة لون واحد ما عندنا مشكلة. يعني مين ما كان بده يجي حكومة في مجلس نيابي حسبها، في مجلس نيابي حسبها حتى لو غلب على هيدي الحكومة، يعني تسمى مثلا حكومة حزب الله، يعني حتى لو أخذت هيدي التسمية، حتى لو كانت يعني بالماضي شفنا حكومة الرئيس ميقاتي مرقت، يعني كانت وصلت للسلطة وما قدرت عملت شيء لوحدها. في مجلس نيابي يعني بحاسبها، يعني اذا بنرجع نعطي الخباز خبزه، السلطه التشريعيه قادر يتسقط وزير اذا اخطا وقادر يتسقط حكومه كامله. لذلك ومن ينتقل الى المعارضه يفرجينا ساعتها بالمعارضه، يراقب عمل هذه الحكومه، ينتقل اللي كان حاكم الرئيس الحريري للمعارضه هو القوات اللبنانيه اذا بقيوا ما سموا او ما ايدوا او شيء، واخرين يعني بينتقلوا المعارضة وبصيروا ينتقدوا هذه الحكومة كيف بتعمل. يعني هذا الحل المضبوط، حكم القانون، ديمقراطية صحيحة، هي سلطة القضاء سلطة ثالثة مستقلة، هي معارضة بالمجلس النيابي وموالاة، ولكن الفصل ما بين الوزارة
والمجلس. يعني طالما اليوم كمان حتى صدر كلام عن كتلة المستقبل انه كمان ما رح يشاركوا بالحكومة، هل هذا الشيء بيعني انتقالهم يعني الى المعارضة؟ هذا موقف جريء وجيد جدا انه ما رح يصيروا بالمعارضة. نعم نعم، خلي يصيروا بالمعارضة وبلشوا يحاسبوا الحكومة على أدائها. يعني بصير عندنا نحن داخل المجلس النيابي من انتخبناهم ورجع لدوره الصحيح، يعني يبلش يفضح الشيء اللي عم بيصير غلط. هذا شيء اكيد، يعني لازم يكون في معارضه موالات هيك بكل دول العالم. يعني هذا الشيء الامر الصحيح باي يعني لعبه ديمقراطيه، انما مع احترام الماده 95 من الدستور يلي بتوزع للطوائف كل يعني الوزارات وفق الطوائف. نعم. يعني بده يجوا من كل الطوائف وفق مكان سابقا، وهذا رح نشوفه بكره بعمليه اكيد. هذا رح يحترم، يعني مؤتمن على الدستور رئيس الجمهوريه بده ينفذ هذا الموضوع كاملا، يعني مادة 95 من الدستور حتى طلب تفسيرها سابقا انه كيف ممكن تتنفذ بشكل يعني نوصل لمحل الغاء الطائفيه السياسيه من بعدها. طيب تفسيرك لموقف القوات اللبنانية عميد، لأنه كمان عم ينحكى وكأنه هناك في أمور خارجية أدت إلى هيدا الموقف، هل هيدا الشيء صحيح؟ يعني حضرتك متابع وعندك يعني معطيات، يعني بتعرفي القوات اليوم اللبنانية الخارج تدخل اليوم بعملية تشكيل الحكومة اللبنانية ويريدون يعني بحسب الكلام اللي طلع إبعاد الرئيس سعد الحريري عن هيدي المرحلة؟ القوات اللبنانية يعني كان لها موقف انه هي مع حكومه اختصاص وهي بس مستقله، بس بلش 17 انقاذيه اختصاصيه مستقله. نعم بس بلش 17 تشرين دغري اعلنت انه وزراء بيستقيلوا، استقالوا الوزراء، وهذا موقف اكيد جيد. ولكن بالحكومه السابقه هم مع هذا النهج، هذا النهج اللي وصلنا لها. يعني ما شفنا نحن ولا اعتراض على موازنه، ولا اعتراض على كيفيه النفقات، ولا اعتراض على تعيينات ما شفنا. كانوا يتحفظوا يعني، بس التحفظ شو بيطلع يعني قديش شو فيهم ينفذوا يعني داخل حكومة انه هم مش الأكترية فيها؟ بيطلعوا من الحكومة، مش بس الشعب ينزل على الشارع يطلعوا من الحكومة، بيطلعوا من حكومة سابقة يفرجونا الوجه الصحيح، بيطلعوا من حكومة سابقة بيقولوا نحن هيك حكومة بنروح على المعارضة، وبلشوا يحكوا يبلشوا يعارضوا، هذا مطلوب منهم كان. أما تأخروا بهذه الخطوة، مش بس تأخروا يعني استفادوا حتى من نظام القانون الانتخابي صحيح. يعني كانوا مستفيدين من هذا النهج. اليوم تغيير نهج كاملا حتى بقانون انتخابات، يجب ان يكون هناك انتخاب، قانون انتخاب جديد تتبناه الحكومه يقدر يمثل هؤلاء الناس اللي نزلوا الشارع يلي هم غير ممثلين ابدا. طب بحال يعني قدر يعني بحال اليوم كان في حكومه برئاسه حسان دياب يعني كلف تاليف الحكومه، برايك مساله التاليف يعني عم ينحكى كمان انه بتاخذ وقت كثير ليقدر يشكل حكومه، خصوصا انه في طائفه يعني ما بعرف شو فينا هون نسمي انه منا موجوده يعني او منا راضيه عن الشيء اللي صار. يعني اذا بنرجع لممارسه الديمقراطيه يعني لموضوع الميثاقيه الصحيحه، ممارسه الديمقراطيه الصحيحه، فليكن هناك حكومه تتبنى مبادئ والانتفاضه، تتبنى رح تتبنى مطالب هيدي الحكومه العتيده، رح تتبنى مطالب مش الثوره. مش صعبه، نحن عم كل اللي عم بيسالوا بهالانتفاضه عم بيسالوا بحكم القانون، مثل ما بيقول شو بتقول ممارسه الديمقراطيه والاداء الديمقراطي، فصل السلطات، اذا اتفقوا على فصل السلطات وعلى قانون انتخابي جديد وعلى نهج اخر من التعامل مع السلطه، يعني يقدروا يحددوا شو بدهم يعملوا بالاصلاح القطاع الاداري، بالاصلاح القطاع الامني. اليوم عميد يعني اللي عم هالكتل اللي عم بتسمي الدكتور حسان دياب هي كتل عم بتطالب انه بده يكون في سياسيين بهذه الحكومه، يعني ما لنا رايحه على مكان بدها تامن فيه او يعني تتجاوب مع مطالب الثورة. نعم، شفنا نحن الرئيس بريخ كان كلامه نهار الأحد كتير واضح إنه حكومة تكنوقراط ولكن مطعمة بسياسيين لايت، يعني كلمة لايت إنه مش بالضرورة مش بالضرورة يكون من الوزراء السابقين، ولكن هم مصرين على وجودهم بالحكومة. إذا وجودهم بالحكومة بيتبنى نهج جديد واستقلالية قضاء وحكم القانون والدستور اللبناني بتطبيقاته الصحيحة، نوصل ل يتبنى انه في هناك قانون انتخابي جديد سوف تنتجه هذه الحكومة. وطبعا في شغلة مهمة كثير قد تكون مفصل للحراك كيف بده يتعاطى مع هذه الحكومة، واللي هي طلب الصلاحيات الاستثنائية، لأنه هذا المجلس النيابي لحد الآن مجلس مستقيل من دوره، مجلس مقبرة للقوانين، مقبرة لمشاريع القوانين. كل القوانين الذي ينتجها هذا المجلس لحد الآن
على طول فيها نكزه صغيره من تحت انه على ان تكون هناك مراسيم تنظيميه ولا يطبق ولا مرسوم تنظيمي. اليوم عم بيحكوا عن اثراء غير المشروع، عم بيحكوا عن الفساد. اذا بدك تفوتي على ادراج المجلس النيابي كم انتج من قانون ضد الفساد وضد ما بعرف، وقديش في مشاريع قوانين عنده كمان ما بعرف، قديش في خطه ماكنزي وخطه كذا كلها نايمه ما بنعرف. هذه الحكومه اذا ما اعطيت صلاحيه استثنائيه لمده معينه تحت مراقبه البرلمان لانتاج بمواضيع معينه يلي هي استقلاليه قضاء، يلي هي فصل السلطات التعاون وقانون انتخابي جديد. اذا عملوا قانون انتخابي مش من خارج الطائف، قانون انتخابي اللي قال عنه الطائف، قانون انتخابي على صعيد محافظات، او اذا كان على صعيد لبنان كله بيكون افضل، ولكن على صعيد لبنان كله نحن بدها تصير احزاب ونحن ما عندنا احزاب، نحن عندنا احزاب لصاحبها فلان، يعني كل حزب لصاحبه فلان، احزاب عائليه اكثر ما هي احزاب او حزب او طائفيه. طبعا صحيح. او طائفيه. رح كمل معك بهذا الحوار عميد بعد هذا الفاصل، محطة إعلانية ونتابع. نتابع حوارنا مع العميد المتقاعد نجي ملاعب. عميد، يعني حضرتك ملم يعني ايضا بالامور والتطورات الاقليميه والدوليه، هل من تاثير اقليمي او عربي او دولي اليوم لما يحصل في لبنان؟ وطبعا بنهايه يعني رح نخصص كمان وقت لنسالك شو صار بالليالي اللي قطعت وليه صرنا عم نشوف مندسين داخل الحراك؟ عمليا الجو الاقليمي والدولي واضح انه يعني ايران وامريكا بالوضع الحالي الامريكي، ايران ما عندها حل مع الامريكاني، مش راكضه ورا الحل، بالعكس يعني عم تستخدم ورقتها الامنيه ضد الامريكاني. يعني سواء مثل ما شفنا الاعتداء على الناقلات بالخليج بمضيق هرمز، سواء باليمن الشيء اللي صار، سواء الهجوم على ارامكو على منتجع ارامكو بالسعوديه، سواء حتى بغزه يعني الجهاد الاسلامي قام كمان باعمال يعني ثوريه مهمه كثير ضد اسرائيل، سواء حتى من سوريا اطلق صواريخ على الجولان المحتل وردت اسرائيل عليها، يعني هذه التفاصيل مبين انه الايراني مش راكد لتسويه مع الامريكان، يبدو انه ناطر انه بنهايه عهد ترامب، نهايه عهد الجمهوريين، يبدو أنه هو مع الديمقراط اللي أنتجوا سابقا الخمسة زائد واحد لاتفاقية النووي الإيراني، يبدو أنه رابط مع هؤلاء الناس أكثر، يعني عم بمرق المرحلة. لذلك أنا أخشى أن ينعكس هذا الوضع في لبنان، أن يكون في لبنان تشدد من قبل حزب الله، وفقط يعني يكون تمرير وقت من قبل حزب الله في لبنان حتى يصير التسوية الأمريكية الإيرانية. في ضمان يعني انه هلا الديمقراطيين رح يطيحوا الجمهوريين ويرجعوا هنا يستلموا الحكم بامريكا؟ ما بعرف يعني شو بده يصير. عم بتهز كرسي ترامب هلا بالفتره الاخيره، شفناهم باليومين الاخيرين بدا اجراءات العزل، يعني بس ما بعرف اذا بتودي لنتيجه. ما بعرف اذا يعني مراهنين انه الديمقراط يعني هن اللي عندهم هلا السلطه اكثر وقادرين يوصلوا، ما بعرف. بس عمليا الايراني ما راح يفاوض الجمهوريين، وهيدي الشغله بتنعكس عندنا نحن هون سلبا. يعني كمان نحن بنصير نقطع هالفتره، يعني كمان تمرير وقت، تمرير وقت، ولكن حزب الله يعني اذا على هي الحكومه عم يحشر الاخرين وهو مرتاح. حزب الله شال امواله من المصارف لانه عليه عقوبات بالمصارف اكثر، عقوبات امريكيه، شالوا او اصلا ما موجوده بالمصارف اصلا، يعني قبل الانتفاضه شايل او مش موجوده نتيجه العقوبات. أمواله اللي عم تجي من الخارج هي أموال بالدولار، المعابر اللا شرعية ما زالت بحوزته، مع الأسف يعني إنه كثير من البضاعة السورية عم تضرب المزارع اللبناني، عم تجي من سوريا من فوق، تصور الليمون والحمضيات اللي نحن كنا نوردها لبرا عم تجينا من سوريا مع الأسف، شوفي حالة المزارعين قديش. كمان يعني حتى الحصار على الاقتصاد اللبناني، انه كان نحن مرور الترانزيت عبر لبنان للخارج عبر سوريا من لبنان عبر سوريا، هذا الموضوع ما استطاعوا يحلوه مع الحكومه السوريه، رغم زيارات وزير الزراعه طالع نازل على سوريا، ما قدرنا اليوم اذا بضاعتنا بدها تدخل على العراق او على اليمن او على الدول العربيه بدها تتجمرك بسوريا قبل ما تطلع، مع الاسف
يعني ما عم بيعاملنا السوري معاملة صحيحة رغم وجود حزب الله. ومع العلم انه نحن مستضيفين شي 1.5 مليون يعني نازح سوري، يعني ما بيراعوا هذا الوضع، ما راعوا هذا الوضع، ما ترى على حتى عودة السوريين، يعني عم بتصير بشكل انه بنعرض الاسماء على الحكومة السورية بيكونوا شي 3000 بيتوافق منهم على 150 شخص بالعودة، يعني حتى هذه العودة ليست يعني السوري متحكم فيها، مش نحن عم نقدر نفرض على السوري شيء. عمليا يعني بهذا الوضع حزب الله مش بوضع مزعوج من الوضع الحالي، هو مرتاح، وبالتالي اذا قدر ينهي الحراك بشكل انه ينهي هذا الحراك قبل ان يتحول الى ثوره. شفنا ممارسات من قبل الجماعات اللي بيقولوا عنهم منفلتة، يعني بدنا نسألك نعم عن هاي الجماعات المنفلتة اللي بيقولوا عنها انه هذا بيرجع يطلع بيان انه احنا ما لنا دخلة وما هذا، مين عم بنزل الناس؟ لا يجوز هذا الكلام. لذلك كمان يعني انه اليوم لما وصلوا الشباب قرب البرلمان انه يفوتوا على ساحة النجمة، هون دور صار المندسين، شفنا مندسين بين الفريق الانتفاضة والجيش اللبناني وقوات مكافحة الشغب، ووصلنا لمحل يعني الجيش ما عاد قادر يصبر والقوى الأمنية ما عاد قادر تصبر على هذا الاستفزاز، لذلك شفنا هالمعارك اللي صارت. بس كمان هون حول الأداء الأمني، يعني قوى الأمن الداخلي عندها 2500 عسكري قوات فض الشغب، عم تستخدم منهم 1500 عسكري بشكل دائم بكل الأماكن وبكل المناطق. يعني لحد الآن نحن بنشهد للجيش اللبناني ولقوى الامن، مش لاني انا ضابط سابق بس انا عم بكون موجود، قديش عم بيكونوا بيديروا ظهرهم للانتفاضه، مرتاحين للانتفاضه، بامنوها وبيدافعوا عن الانتفاضه ضد من يحاول اختراقها. الحواجز ان نحط حيطان مؤقته صحيح، بلوكات بطون حول المجلس، هذه ظاهرة غير صحيحة وغير سليمة. وضحتها امبارح كمان وزيرة الداخلية، يمكن لحصر شوي الموضوع لأنه رجعت أكدت على موضوع الأعداد منا كافية، يعني بالنسبة لقوات مكافحة الشغب الأعداد كافية، وسرية حرس المجلس النيابي ما بنعرف قديش حددها، يعني في سرية لا تبع قوى الأمن الداخلي بنعرف قديش، ولكن شرطة المجلس قديش هني ما بنعرف، منهم تابعين لوزارة الداخلية طبعا مش تابعين، ولكن هني أثاروا شغب وهني فاتوا على خيام وهني حرقوا وهني عملوا وبالوقائع، مش عم تعدى على حدا. نعم. بس الحماية ما بتصير بالبلوكات البطون. شو المشكلة؟ لحصر البقعة، يعني لحصر شو المشكلة إذا وصلت الناس على ساحة النجمة؟ شو المشكلة؟ إذا فاتوا مثل ما قالوا بدنا نحكي أمام نوابنا. شو المشكلة؟ هذه البلوكات رح تعرقل الوصول يعني طبعاً طبعاً هذا الهدف منها حصر المجلس النيابي، يعني ما بعرف انا هو اساسا مستقيل من دوره المجلس، يعني هلا ما عاد اسئله رمزيه المجلس النيابي ساحه النجبه لها كمان رمزيتها، يعني طيب وساحه الرياض الصلح رمزيتها وساحه الشهداء رمزيتها، معلش ما عادش قادرين يطيقوا الناس بكفر رمان، ما عادش قادرين يطيقوا الناس بالنبطيه بطرابلس، شجره الميلاد حدا بيدور شجره ميلاد بقلب ساحه طرابلس بيجي يحرقوها، يعني هذا عمل مشين، يعني من عمل نظيف. من اليوم المستفيد من تأجيج يعني الأوضاع الأمنية بلبنان بالوقت اللي كانت يعني هيدا الحراك وهيدي الثورة ماشي يعني بشكل كتير سلمي، وهم بعضهم يعني سلميين، بس من المستفيد اليوم أنه هيك يخرب الأوضاع؟ من يحاول أن يعطي هذه الانتفاضة صفة غير صفتها، هذه انتفاضة رأي عام ما زالت تتصرف بردات فعل ما عندها شيء سياسي ولا عندها شيء، وبعدهم لحد هلق بيقولوا كلهم يعني كلهم رح تبقى حضرية وسلمية هيدي الثورة؟ ما بعرف قديش فيها من دسين ممكن ينزلوا. أنا المطلوب من الانتفاضة مراعاة شوي مناقبية الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللي عم يتصرفوا معهم لحد الآن بمناقبية، يطلعوا من قطع الطرقات، يطلعوا من الميكروفون يلي بيسب واللي ما بنعرف مين عم بيستلمه ونازل مسبات بقيم بجماعات يعني لها حضوره، ما بنقبل نحن هذا الشيء. هذا بتجي كمان قصه هالفيديوهات الموسيقى كمان، يعني فيديوهات الموسيقى يعني تلطوا وراها ناس ما لها شيء، يعني نزلوا الموتوسيكلات تبعهم قبل الفيديو، مش شغله جديده، هاي فيديو عيب حدا من واحد عايش بما بعرف وين نجيب هالفيديو ونبلش نوزعه، وفيديو قديم يعني منه طبعا ما منه جديد يعني انا شايف المستقبل بعد 17 تشرين غير قبل 17 تشرين، حالة الانهيار كانت قبل وقفت، الناس يلي بدها تكتب السلطة بدها تكتب صح
هلا وقفت حاله الانهيار وقفي هلا يعني وقفت لان البعض بيقول لك انه صرنا بقلبه صرنا بصميمه كنا نحكي على شفير الهاوية هلا صرنا في تدابير كثير لبنانيه ما انتبهوا لها ولكن ستستمر اليوم تخفيض الفائده معالجه كيف بدنا نعالج مستقبلا الدين العام كيف بدنا نفرض على المصارف ما يقبضوا الفائده السابقه تنوصل لصفر عجز حكومي كيف بدنا نرجع نحول بلدنا من بلد ريعي الى بلد منتج كيف بدنا نرجع يعني نحصر نقدر المال يستثمر فقط للاستثمار مش للفايده يعيش من فايدته اليوم عسكري بيطلع على التقاعد عنده 100 مليون ليره بحطهم بالبنك بياخذ عليهم مليون ليره بالشهر صار بده يجيب صانعه وبده يجيب رينج روفر وبده يجيب هذا شغلات كثير غلط اليوم لما بتخفف الفايده وبروح بس يطلع على التقاعد يرجع يشتغل صحيح وكل الناس تتحرك الدوره الاقتصاديه صحيح. انا كثير عندي امال انه شبابنا جداد ما نفشلهم والحكومة المقبلة عسى أن تكون مش مثل ما عم بتقولي ممكن تكون تطول لا إن شاء الله تكون سريعة مش أنا هذا يعني الكلام اللي عم نسمعه أكيد توقعك بس إن شاء الله تكون سريعة تشكيلة وإن شاء الله تكون من أشخاص من مستوى حسان دياب ونواف سلام وأعتقد أنه المطلوب هو فقط التزام بحكم القانون وتطبيق ديمقراطي سليم وشوية صلاحيات استثنائية حتى ما يعرقلونا لا بالمجلس النيابي ولا شيء حتى نوصل لمكان نقدر نوعد شبابنا الجديد انه هي حكومه انقاذ مش حكومه نهج سابق ونتجاوز هذه الفتره يعني الخطيره شكرا لك عميد شكرا على وجودك معنا شكرا لكم ايضا مشاهدينا نشره اخباريه بعد قليل والى اللقاء